أسماء المنورة تكشف بعضا من تفاصيل عملها الفنية الجديدة يديرها الحب. الدوزي يطرح صبارة تكريما للمرأة في يومها العالمي. دنيا بطمة لا تتوقف عن البكاء على الهواء، وهذا ما كشفته عن علاقتها بحالة ترك. فنانة مغربية تكذب براءة دنيا بطمة وتكشف مسير حساب حمزة مومبيبي. لكن قبل الخوض في تفاصيل هذه الحلقة، لا تنسونا بالضغط على زر الإعجاب لأن هذا يحفزنا على تقديم الأفضل دائما، وأيضا تعليقاتكم المحفزة. والآن إلى التفاصيل. كشفت الفنانة أسماء المنورة بعض تفاصيل أحدث أعمالها الغنائية المصورة التي ينتظر أن تصدرها في القريب العاجل عبر قناتها الرسمية عبر اليوتيوب. واختارت أسماء المنورة مناسبة اليوم العالمي للمرأة من أجل التطرق لجديدها يديرها الحب، مبرزة احتفاءها بالمرأة المغربية العاملة وبالخصوص الصانعة، وذلك من خلال تجسيدها لدور مصممة أزياء بالكليب الخاص بالأغنية. وجاء في تعليق أسماء المنورة: اختارت أن أفرق عملي في كليب إدرها الحب الذي سيصدر قريبا، نلعب دور مصممة أزياء مغربية متمكنة ومواكبة لآخر صيحات الفاشن ومتشبثة بثراثها الغني وهويتها المغربية الضاربة في جذور التاريخ. وأضافت: اختيارنا لشخصية المصممة في الكليب بمناسبة عيد المرأة هو تكريم واعتراف لما تلعبه المرأة المغربية من دور ريادي للحفاظ على هويتها ومواكبتها للعصر. فالمصممة المغربية كما الحرفية والصانعة لها دور أساسي في تقديم القفطان، الجلابة، التكشيطة، السلهام والجبادور كأزياء عالمية مغربية لكل مشاهير ونساء العالم. واغتنمت الفنانة المغربية هذه المناسبة من أجل توجيه رسالة شكر لجميع المصممات اللواتي تعاملت معهن طوال مسيرتها الفنية، قائلة: وأنا بدوري أشكر كل المصممات الرائعات اللاتي تعاملت معهن طيلة مشواري الفني، وبفضلهن أبدو بحلة جميلة تحقق رغبتي في الارتباط بهويتي وترضي اطلاعي بمواكبة العصر ككل نساء وبنات جيلي. وختمت تدوينتها بمعايدة للمرأة المغربية بمناسبة يوم العالمية، وكتبت: كل عام والمرأة بألف خير، كل عام والمصممة والحرفية المغربية بألف خير. الدوزي يطرح صبارة تكريما للمرأة في يومها العالمية. أصدر الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي أغنيته الجديدة بعنوان صبارة على قناته الرسمية على موقع رفا الفيديوهات يوتيوب. وقد جاءت هذه الأغنية احتفالا بالمرأة في يومها العالمي، اعترافا لما تقدمه من تضحيات جسيمة في جميع مراحل حياتها. الأغنية التي اختيرت لتكون جينيريك المسلسل المغربي ولاد المرسى من كلمات وألحان وتوزيع المايسترو جلال الحمداوي، ومن إخراج مراد الخوضي، حيث عرف الكليب مشاركة نخبة من أبطال المسلسل من بينهم عزيز داداسة ومجدولين الإدريسي وأمين الناجي وناصر أخبابة. الجدير بالذكر أن أغنية صبارة وكذا مسلسل ولاد المرسى يعالجان العديد من المشاكل الاجتماعية في قالب درامي متجدد. وقال الدوزي خلال إعلانه عن إطلاق الأغنية: صبارة احتفالا بكل النساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، لأن كنا منبع الحب والإلهام، لأن كنا تستحقن الأفضل. دنيا بطمة لا تتوقف عن البكاء على الهواء، وهذا ما كشفته عن علاقتها بحالة ترك. أحدثت الفنانة المغربية دنيا بطمة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديو نشرته على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات انستغرام. تبين أنه سجل خلال مقابلة أجريت معها على موقع عربي بوست المغربية، وبدا من خلاله أنها لم تتمكن من التوقف عن البكاء أثناء تحدثها عن شقيقتها ابتسام التي سجنت على خلفية اتهامها بالضلوع في تسيير حساب حمزة مومبيبي.
وتعليقا على الفيديو كتبت دنيا بطمة: لقاء من داخل البيت، كل مشاعر صادقة وعفوية، تكلمت من كل قلبي، والله يحفظنا ويحفظكم من شر الخلق. باش تشوفوا اللقاء كامل شوفوا ستوري. في انتظارك حبيبتي أختي الغالية ابتسامة. وحقق الفيديو أكثر من 384 ألف مشاهدة في ساعات قليلة. كما تحدثت دنيا بطمة خلال اللقاء عن القضية واصفة إياها بالمحنة، وأضافت أنها تعلمت درسا منها وتابعت الأزمة التي مررت بها، أظهرت لنا حقيقة كثيرين، وأكدت أن الغاية من إثارة هذه القضية وزج اسمها بها هو إزاحتها عن الساحة الفنية، وأردفت: لكن ربي كبير ولا ينسى عبدها ويرد له بالمثل. أتمنى أن تنصفنا العدالة وأن أثق بعدالة بلادي. وبالمناسبة أشكر شخصا عزيزا دعمني منذ بداياتي، وهو جلالة الملك محمد السادس، الذي كان سندا لي ووسمني بوسامين أضعهما بافتخار على صدري وتاجا على رأسي. وكشفت دنيا بطمة أن علاقتها جيدة بابنة زوجها الفنانة حلا الترك، وذكرت أن الأخيرة تعيش مع عمتها وتتابع دراستها الجامعية في دبي، مشيرة إلى أنها تتواصل معها ومع شقيقيها باستمرار. فنانة مغربية تكذب براءة دنيا بطمة وتكشف مسير حساب حمزة منبيبية. تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات انستغرام تصريحات أدلت بها أخيرا الفنانة المغربية سعيدة شرف، وعلقت من خلالها على إعلان مواطنتها الفنانة دنيا بطمة براءتها من تسيير حساب فضائح المشاهير المعروف باسم حمزة منبيبية. وقرأت ما جاء في الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة في وقت سابق، وقالت في المؤتمر إن مسير الحساب هو محمد بن بشير، لافتة إلى أن الأخير تواصل مع بطمة وطلب منها إفساح المجال للمتهمة ابتسام بطمة من أجل الدخول إلى هذا الحساب، مشيرا إلى أنه يمكنها الدخول إليه بدورها. وذكرت أيضا نقلا عن نص الحكم وجود علاقة بين المتهمتين، أي الفنانة وشقيقتها ومسير الحساب، وأضافت: مسؤولية دنيا بطمة في ملف حمزة منبيبي ثابتة، وهذا ما أكده القضاء خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية. وقرأت في النص أيضا: فضلا عن تأكيدهما دنيا وابتسام أنهما على علم بأن عائشة عياش قرصنت حساب سهام بادة الملقبة بسلطانة، وأن المتهمة دنيا بطمة تواصلت مع مسير الحساب بخصوص زوج سعيدة شرف، هذا علاوة على التصريح التمهيدي للمتهمة عائشة عياش التي أكدت علاقة المتهمتين المذكورتين وهما دنيا بطمة وابتسام بطمة بمسير الحساب المذكور المدعو سيمو بن بشير. إلى هنا نأتي لنهاية هذا الموجز، شكرا على حسن المتابعة وإلى فيديو لاحق بإذن الله، إلى اللقاء.